بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على تحقيق قوات الدعم السريع لانتصار يسطره التاريخ بحروف من ذهب استلام أحد أركان الجيش قيادة قوات الدفاع الجوي الميداني والاستراتيجي في كل بقاع الخرطوم. الحمد لله تمت السيطرة عليه تماما. الآن القوات بتاعت الدعم السريع منتشرة في كل أرجاء القيادة. أنا شخصيا كنت ضابط في قيادة الدفاع الجوي الميداني وكان القائد الفريق عبد الخير. دي علاماته يا جماعة. في النهاية هو إذا كان غايد إذا كان هو غايد جد ما بيخلي علاماته وبيمشي وبيخلي جنوده ماسورين. الآن قوات الدعم السريع بحمد الله تم أسر عدد 7 أو ما يزيد من الضباط وعدد ضباط صف يغدروا يعني بكميات كبيرة ويتم التعامل مع الأسرى بصورة إنسانية جدا غير الصورة الغير إنسانية اللي نحن أطلقنا بها الأسرى اللي كانوا داخل قيادة الدفاع الجوي الميداني. دي طبعا حتى الدفاع الجوي اللي هو المدفع 14 ونص الرباعي خلوه قاعد هنا وقبضوه والأشاوز دي والله بين كل صمود وما شاء الله يعني ناس والله ما عندهم أي رجعة لورا. كل المعدات بتاعت الدفاع الجوي الناس دي خلوها هنا. الصواريخ وكلها الحمد لله تم الاستيلاء عليها. ان شاء الله هيجعل ربنا كيدهم في نحرهم وحنضربهم بنفس الصواريخ دي لناس الطيران.